ورأيت فيها رجالا يسقون من الحميم والصديد، فإذا وصل إلى جنوبهم وأجوافهم تمزقت جلودهم ولحومهم. فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يشربون الخمر والمسكر. ورأيت فيها رجالا يتقلبون على شفير جهنم وهم في العذاب الأليم. فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال الذين يبخسون الميزان. ورأيت رجلا معلقا برجليه وعنده ملك بيده سيف من نار يقطعه به، فإذا قطعه وخلص عاد كما كان، وهذا حاله إلى يوم القيامة. فقلت يا جبرائيل من هذا؟ قال هذا قاتل النفس المحترمة. ورأيت رجلا وجهه خلف قفاه ومعه ملك في يده حية، فتجيء الحية فتبلعه وتقذفه فيصير فحمة سوداء، وهذا حاله. فقلت يا جبرائيل ما كان يصنع هذا؟ قال كان قاضيا يقضي بين المسلمين ولا يحكم بينهم بالحق. ورأيت رجلا على فراش من نار، وفي كل ساعة يضطرب به الفراش فتخرج من تحته حية فتقطعه وتأكله ثم تقذفه فيبتلعه ثعبان. فقلت يا أخي جبرائيل ما كان يصنع هذا؟ قال كان عاصيا لوالديه. ورأيت رجلا معلقا في النار ومعه ملك يضربه يمينا وشمالا ويرميه في النار وهو ينادي عليه هذا جزاء من وجب عليه الحج ولم يحج. ورأيت رجلا نائما على قفاه ويداه مغلولتان إلى رجليه والنار تخرج من دبره وتدخل في فمه ومعه ملك ينادي عليه هذا جزاء من لا يصوم شهر رمضان. ورأيت رجلا بيده شجرة من نار وعنده حية تبلع يديه ورجليه ومعه ملك ينادي عليه هذا جزاء من يمنع الزكاة أربابها. ورأيت رجلا قاعدا على حصير من نار وعنده ملك يقطع لحمه ويطعمه إياه وهو ينادي عليه هذا جزاء من يكذب على الله ورسوله. ورأيت أهوالا شديدة وأمورا عظيمة فدخلني من ذلك فزع عظيم.